بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكيس قالات كمدة من كتاب الصيام للمنهاج. وشرط المعتكف في الإسلام هو العقل والنقاء عن الحيض والجناب، ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل، والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهم المتتابع. وعند كسر جري أركانتي إن وتري اعتكاف كأركانتي شنطة عيد وروح معتكف كاعتكافه وإن لهلو مسجدكم معتكف فيه وإن لهلو اللبث أم مقتنا وإن لهلو صدح بوها رجنا أفراد نوحوها الكف عن الجماع كشنادنا والنية شنتاسي شرطي أركني بولها مركم معتكف كي بهذا وجود بي. ولكل ركن شروط، ركن كسنة شروط بولي هاي النية دا شروط دي قيود دي وتصمرتين مسجد كي أصنع ولا قصوا هاللي لبثي ولا قصوا هاللي هذا وجود بي معتكف كي قف كي اعتكاف يي طبعا كده بير رمضان وايد هيسا وأنا أتكفي رسان شروط الله قرب معتكف كي يوحل له قبها هاي. وشرط المعتكف قفك اعتكاف يكون جاري مسجد كشرط يسوع وحل لغبا هي الاسلام واسلام على الربا معي لقفا مسلم هاي عباده كما اصحي سو. وانا مساله اجماع ارنت ايضا الاسلام قفك وينو مسلم يبني الاسلام على 50 مركة إسلام كز، لكن سيد الراجع عند المحققين من أئمة المذهب وشرط أداء لا شرط انعقاد. إسلام كوا شرط أداء لا شرط انعقاد قفك اعتكاف هي اعتكاف كوكا صحاهية لا إيمان يو إنه مسلم يهي، لكن اعتكاف كوحاني سنكرتا أوقن تميا أظن مسلم آهين كحديث عمر بن الخطاب إني نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام. ما بيقول نذر كذا أوف بوري مرك شرط يقول إسلام كوا شرط أداء لا شرط انعقاد. وهي مرك اعتكاف كلا مرة يعني كهالينا إلا مسائل كوا كلا دوينهين مرك النية لا أوي نية القربة هي نية التعبد والعبادة أيان لقاها ينقف كافر كأه. والعقل قراد يقرشي تمييز بالله شرطي وقفك اعتكافية وإنه يهيقف مسلمة وقراد كسي يمان كسي مسكحي سوئي تشوغان وعقلي له هديك لأهل يدي هي تكليف كما ماشا كبحاية. والنقاء كهفنان بايدنا الله شرطي عن الحيض والنفاسي قفك اعتكافية هدو دمر يهينا وإنه كهفن يهي كبت قبحيض ينفاس يول جنابه جنابنا وإن اللقم الرق يضم أربع محي إلي قفك جنوبك يقفك حيثك قبائي النفسود مسجدك كمان نغان كران اللبث في المسجد شرط بوأها يرقني مركا منافات باكرد حي أحاديث لا أحل المسجد لحائد ولا لجنوبين إيه قولوا تعالى إلا ولا جنوبا إلا عابر السبيل بل لود لشذا. وأنا مسألة آديات جمهورت أعوه وقه الله. إذن شروط شرطه شيء تفريعي قفك اعتكافية وحلق الربا إنه مسلم يهي عقلي يسوشوغ وعاقلي يهي دمر هديتا نظيف قطا يحيدي النفاس سيدو كلا رقيا دمر بجنابه لقى بطقبة أفر تاسبا. وشروط معتكف ولو ارتد هدو قالوا بو المعتكف منك اعتكافي أو ما سكر أو سرقامه بطل الاعتكاف. اعتكاف هو بريا محايا لانتفاء الإسلامي لانتفاء الإسلامي والعقل أهلية دي ماشك بها أهلية التكليف أي ماشك بها هذي مرتد كنا دي إسلام كما ماشي لقوا أي وقالوا بي أو سكر واسر قامو خمري وحبو عبي وحوالة ومن كسي تكسية بطل اعتكاف هو بريا مصي سعوني عبادة وحي انت كدن بي ويبريسا شرط يدب على واي انتفاء المشروط يا مرك انتفاء شرطنا يوجب انتفاء المشروط شرط يمشى دوكب اسلام كا هي عقلك هذا اعتكاف كنا مشروط كاها
والمذهب سيد اللي قلت لك وحوي بطلان ما مضى من اعتكافه المتتابع. والمذهب وحوي مذهبك بطلان ما مضى من اعتكافه ما بايدغان سيد فعان من اعتكافه ايا وناكسن ما دام او اسكو عطف ولو ارتد المعتكف او سكر بطل. والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافه ويسكمد لبدو مركوي. والمذهب سيد مذهبك وحوي بطلان ما مضى وحي تغين بريو ومن اعتكاف اعتكاف كيسيا المتتابعي الاسراعين هي شرط وها ان الاسراعي لو ندري فصل كانوا ومن دونه بطلان كن هنا وحلوغ جيدا لما سي ودي كرو اما عمل كرا بريما عمل كرا بريما بناء على مذهبنا قفكم مرتدك عمل كيسو غورمو هوبتا عمل كي وناكسنا ولي مد غومو برهايا او ثواب كيسي بريا او هوبنيا لا يحبطن غورما ايمانيسا لحبط عنه ما كانوا يعملون غورما ايمانيا عندنا ومقيد بالموت روح وينو غالمد كودينتو ماركاس عمل كيسو دون هوبنيا وما توهم كفار ايدها قيدي بان كو حنبارنا مطلقا اي مقيد كانو يسحب بارسين ما دام اسكو صوب يسكو حكم بيهين. والمذهب مذهبك حوي بطلان ما مضى اي تعذر البناء عليه اعتكاف ضمبوط سي ودو كي هوري كومد اللي سكرتي وي كان دما وابوريا كي هورون الله كو انفعو هدي توبت كنتنا كي هورو وكوتشي هدا توبت كنتنا قال لهم كل بنتنا انت رو وقبتاو. بطلان ما مضى من اعتكافه المتتابع معي الي سكره وكدرن يعني مسجد قد كبحت بلا عذر الخروج من المسجد بلا عذر يبطل الاعتكاف وان قاري دونا اعتكاف كبورية إذا وحكدر مركا أضو كبحي أهل يدي وعقلي التكسي وعقلي كاتكا كدرا. ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون أو الحيض وجب الخروج وكذا الجنابة إذا تعذر الغسل في المسجد. هذا وحقوق دبي. ولو طرى جنون ولي شروط يفروع لكب حيسي عقلي إسلام كيب وذات كوضا حيث كي النفاس كنا وإيمان دونا. ولو طرى هدو سود الري جنون والي با سود الري أو إغماء ميردبو البايمت في الاعتكاف يمت من غير تعد منه باشرطه والدن كوغو تيميد يمير دبول كان ادو وين ادن لو كولهي ادن سبب كولهي ادو اد داوي بلا اسكو درتي اي واخ لا عونه اي واخ ددك سرقامه والو امانك تاكسي حكم كان ما قادنيس. ولو طرا جنون والي هدي سو دريدو ان سي جري جري مخاي طرا محلو يري لان المجنون لا ينعقد له اعتكاف ابتداء هو ركوع حمايات اسلاني ما لا شرطيه عقلي ما لا شرطيه النقاو على الحد والنفاس والجناب الجناب على شرطية بالله وركوب الجنتم ما يضد والليت مكلف متى مرفوع القلم باتاي وحلقه الله يضو اعتكاف كوا صحيح كوا الجنتم يبا وحقوق تمد والي يمير دبور. لم يبطل مبرهي ما مضى وحي التقيا من اعتكاف المتتابع اعتكاف كي يزدبت شوغي اللي قلنا درين الله يسراعيه أما حجريه كوا سعيده بشا آما مددع مبرهيه قيب تورا مبرهيسو يعني ثواب كذي مبرية أصونا كجبن معي إن لم يخرج هدان حق لغب حين الروحاس قفكي والله حال وواش مسدك لغب حي قربها لغت بنان قال لقي حق بالغوشكت ننكي ميردبل كيمت علي بلان دوين بنان قال لغب حي سبب لغوجي هدي لغو سارو ومسلك لكن مجرد الإغماء هي مجرد الجنون كويمت أضم معتكفها اعتكاف هذا كبر ما يتطابع ذو كوجر ما كان صور نقطه امير كوكوس والله هل كبت قصي وضع يسا تبني عليه وتقول اللي سوي هدي لكن لغو ساره وقربها لغو قبطه ومسألك إن لم يخرج يخرج بافعا إن لم يخرج باني إيه ديغان يخرج باكفعا ومجنون باسو مجنون وحلقها الله إن لساره حق لو شكته أما ضدك لا ينك مغمى عليها كحياة يخرج تاسفي عن دملا أنا يخرج بأيدي كان هدي
يخرج بائي دغان انت انت الى متك او حو في عن يخرج بالبناء للمفعول بعد فانت معناها فارس كغتكم تفريقا مركا روحي حوق لو ساري لا قصبي يكي ان لو سارين لكلا قاضي وخلاف وخلاف قاعده خطاب الوضع تانا هران بن سو شيغي كنو نكون ماي خلاف الوضع خطاب الوضع لما كلا صار مكره ايو غير مكره مختار ايو غير مختار ناسي عامد لما كلا صار وين ليدادون انتفاء الشرط وانتفاء لمشروطه مر هدي شرط اللواي بعذر او بغير عذر باختيار او بغير اختيار اكراه او بعدم اكراه واسكم خطاب الوضع لا فقره لا فرق فيه بين القاصد وغيره لا عبره للقصود وانتفاء القصد ووجوده في خطاب الوضع اصل كسوسه سوي مسائل مسائل لا سوره ومسائل قلان قال كل ميله كلمه من احسن يوي ويحسب والله حسابي هذا مره بناء على الاظهر على الراجح هدي الليدي والدي سو دري iyo miir dabeelku soo dariyay eetikaafka hore ku socday ka burun maayo hadaan lagu saarin oo masaajidka laga bixinin hadaba intaas aad miirkaadu maqan yahay ama waalidu ay jirto maxaa hadhow laga sameeyin markaad miirsato imaanku kugu soo laabto Ilaahay ku caafiyo ma halkii baad ka sii wadi mise waa la xisaabina soo qalaysa muddo laga raba ويحسب الزمن الإغماء حلق مير دبولك وحال إحسابة يقول لك سوق هذا من الاعتكاف قياسا على النوم قياسا على النوم وقياسا على الصوم إذا أغمي في بعض النهار وحن صوم الري ما أنك بركي هدي أدمير دبولانت كدبنا الثوم يرسط الإغماء المستغرق أيا لبيي صومك أما إغماء متقطعة إكلو قوة هي صومك مبرني قياس على النوم الإغماء ومقيس على النوم طيب هذا نصيده الاعتكاف هنا ومقيس على الصيام على الصيام ويحسب والحساب هي الزمن الإغماء وقت مدد مير دبولك من الاعتكاف بالله قصو قادي وانت مير دبول اعتكافك هو كو سعودي ثوابك سنة والله قصيين ايا حنون باكو قيمت إلهنا فضلك يسير حدث حاكم ذا أدونك أدو حنون صدو عبادة أولا إيمان ترمركو بد قبيبا لو قريا ثوابك دون الزمن الجنون والد الزمن كده لغوي حساب معي معايا مكلف متي مرفوع القلم بات مرفوع القلم لعدم الأهلية قياسك حكينية مرفوع القلم أن قتدي قلم التكليف المضر إن لقاد القادوي لكن قلم التكليف النافع وإن لغو حسابه هذه القاعدة صادرت الماء يركا وحي خير أولي ما أدى ثوابه والله قرى سبق حالك نشيء دائما دربت اللغو سيده يدي هذا حج أني يسطق وهو صحايا أبيها تطنق صارت حجك وهو صحايا أحد غير مكلف كا وحد دفين يا والله قرا تفضل من الله سبحانه وتعالى وحد دبي يا آية لقى ممنوعة صادرت بجمهور السلف الصالح إلى هذين المها السبقة مميز كا أدور ردية قال لما كنت عو قالوا بيا لكن لا يقتل حتى يبلغ كفر قال له ذي كاس لكن لدي لما هي صلاة ويؤاسحي وحيابها النوع عاسى وحي ديبيون بلغة إلالية مركز جنون كي إن لك لساري إغماء حق التكليف اللي وكلا ساره قاعدة سبورنيس لا وحن كلا ساري إنه من نشر دي قبال لها لي من نشر دي قبال لواي العقل بلغة واي مجنون كا نينك مغمى عليه قانا عقل قبال وجهه حيوه قلبي مهبا لي حيوه ميردبول يروي هردوه كلو دون الزمن الجنون حلق والد أيضا لحساب ما هي لعدم الأهلية أو والحيض أو طرأ الحيض أو الحيض صوما ومجدنا أو الحيض أو طرأ الحيض حيض باسود الرياء قبلهم معتكفاء أو اعتكاف وجرتا ليك كوي من عادها وجب الخروج من المسجد مسجد كإن لقبح واجبية مسجد كإن يكبح أي واجب حاجه هذا مسجدكم أن كان كرتو مرد حجوا كرتو وأكتين على رأي الجمهور معي مكث الحائض في المسجد ومحظور وترك المحظور
أرجح من فعل مندوب. هذه القاعدة اعتكاف محوها وشيء سنة وخير بدن وفضي بدن إن أصغي الله إلى لي يين حارانت إن الله إسكي إلى لي كيبا صحة. إذا وحالينا هاي مقت الحائض في المسجد ومنهي عنه وترك المحظور أرجح من فعل مندوب. لكن علماء أن شردين المساعد كعام كان سوى شردين أي هوين أيد مسجد بيتها ويكو اعتكاف فكرتها مركو حيثك خرعه هدين أجبرنا حيث وجب الخروج أن يدع مساعد قبار معتمد أحجوه كرته حيث كنا مبرنا اعتكاف كآن دهانو وحي حقوا لأيضا أنت مساعد كوين كبحظه إنا يكو اعتكافته مولع عيدي في بيتها تانا أقاد هذا تاسنا ماشي كصوب حيس وقول مزني وقول أبي حنيفة إبراهيم النخعي الجماعة وأنا بصومر أول أو ترى الحيض حيث بسود هي وجب الخروج من المسجد به يا إن مسجد كيكب هذا واجب وكذا الجنابة وكذا إذا طرأت الجنابة وحال ما يسود كل الجنابة يسود الرده إذا قرت تعذر أو سرق لواي الغسل مايري في المسجد لغم مايره هاي لحرمة المكث في المسجد مع الحائض والجنب هذا إنه مرين أظن معتكفا جنابة كوتيمت جنابة أنبرون أن اعتكافك بالله الله يا وجنابة دي احتلام كهدي والرياضي أما ضد قال مصر يسوي اعتكاف متجر وكبر يا بالإجماع حجبه بريان محكر وضاها هاي صونك بروني وكذا الجنابة جنابة ذي بالمذا هذه سودر ذي جنابة ذي أنبرون اعتكاف كو احتلام كأه إذا تعذر الغسل في المسجد وجب الخروج أصونا يمسك لقب حواجب يولا سوق بيستو معناها سو شيخ مرك أجيدا فلو أمكن هذا صورة قالوا الغسل فيه في المسجد وي جاز الخروج بحد بابنا المسجد كلقب ولا يلزم الخروج من اللازم يه جنابة كوكوت مظلوم معتكف بمعنى واضح احتلام طوال يراها سيحة تكدم نوي جدا باكات شبطي إن المساعد كبحثها واجب يسا قورمة وهذا المسجد كأذن كل حق بيسن كراسو وصم مسقل الله هين باف لقوق بيستي مرافق كلاوسن الله هين هدو إليه هاي سوما حتى هدو إليه ومن لقوق بيسن المساعد فلو أمكن الغسل فيه جاز الخروج وابنائها إلا بحمحايا إليه مسجد اللي قد حق بيستحيو خوارم المروء أوي نوي مسجد اللي قد حق بيستحيو ما في عنا قرقي سيه وطيلي سيا آدو إن هذا شاف كبرنا سيدا دو الدك دي لو فيدا وين لقو أركو ومالها كسي أردى مسجد كمسقلي سيقود دقال الله وهي مقرو حسانية معتكف بأن قد دي وحاقو برنان إن هذا كسو قد بيستحافظ دادي يوم لوج كاد دقاني دي ساسي لي فلو أمكن الاغتسال في المسجد جاز الخروج مع ذلك إن لبحا بنان ولا يلزم من لازم يخرج ما واجب يو يكون بنان تايوي هذا ضد مركز سيارة اللي مرأتك واضبح كرتها دي كان واتك قبي سنكرتها محان واجبين خروج واجبين رعاية للتتابع حيرك موالات كاعتكاف كانوا إلى علينا إنه طيب ديك الاعتكاف بعد خروج كجبا يو ولا يحسب لحساب مايو زمن الحيض والجنابة ولا يحسب لحساب مايو زمن الحيض حلي قبل وحيض كي لحد بري حيض ضايا هيد والجنابة ساعدة أما الله ما أما الله بدي ساعدة الجنابة ضايت كويس لقد لقوا حساب ماي من الاعتكاف اعتكافكم ما ترسانو معي لي ومنافات هاي الاعتكاف وشيت المحوى اللبث في المسجد من جنابه قبره مسجد مدح جوج كرو الا ان يصدق دغو قبح حيضنا مسجد مدح فري انسان كرتو غورمر ما كان لحساب النهدي ومحا كان حسابته هداي دعدو وي هداي دعدو عذر دار درتي انو نينك جنابه قبه مسجد كو دح فديو حائضه عذر دار درتي اي بخي وي روبا كو قبصد عبسي بابا برنانك اللي قوش شيئي مسجد كبات تيدح فديده يأضوب ايوه حيض قباه ووحد تيدح فديده جنابه قباه قبي سنين زبن كاس المسايدك جوكتدن كبحين خروجنا الدعين مع الحيض والجنابة
اعتكافك ما لغو دريم لغو حسابا لغو حساب الماي ولا يحسب زمن الحيض والجنابة إن مكث لعذر في المسجد ويمعنه فصل في حكم المنذور حو فصل هاي اعتكافك اللي قلنا نذر وفيه مسائل مسائل دور وشيء دونا أو كدل وري دونا فصلكو مسألة كوبات مسألة التتابع نكن ندري يكون ندري اعتكاف حريرة محاء حكم مسألة اللبات نينك اعتكاف كن ندري حريرة لكن استتنقى الشرطي أو شرط حري التتابع والاستثناء كدب نوحا إيمان دونا قاضع التتابع تتابع محاء قوية حريرك اعتكافك محاء كالجرة وحاكر وقال دونا مسألة المرض ومسألة أفراده مسألة خروج الناس ومسألة الشنا شن تام مسألو أيو فصل كان يكد الوريقية نذر إذا نذر هدو نذره مدة متتابعة وقت حريرة واعتكاف النذر وحور إله يو وحان شتاد كقل يود يقول إذا إنا بشن بشن اعتكافه إنا أسبوعا سو سعودا اعتكافه طبعا كان مال مودي سو سعودا اعتكافه مدة معينة أيو نذري نذر إذا نذر مدة مدون متتابعة حريدا لزمه التتابع والاعتكاف المنذور باكل لازمية تتابع وواجبية معايا إلي وتتابع ووصف مقصود أصغانا شرطي كقلي والمسلمون على شروطهم أوفوا بالعقود وبعهد الله إذا عاهدتم تاسمرك أيضا مرا ملها كسي مشغول منه والصحيح صدى فيوحوي أنه لا يجب تتابع مسألة كبات بكجرة بحث قيدي والصحيح أنه لا يجب تتابع اعتكافك إن لحريري ومواجبي بلا شرط شرط الآن هذا تري مثلا إله وحادي شرطه قال إن أسبوع عن اعتكاف إن بالاعتكاف إن أوحاتر يصدح برود اعتكافه بشن ماذا ندهن بشنا ما ندين مدة طيب يعني وحن وجد حريدة ما ندين بلنا اعتكافات أسبوعنا اعتكافات شن ما المدين اعتكافات ما ندين أو حريدة ما ندين أو حريدة ما ندين ولا والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط شرط الآن ما واجب يا إن لا إسحري أسبوع عداتري تدوب بريبات سكلي ما نسي هذا دون تأكل قنات بالباتري لواتني سجال بري صدنا بريبات الله ما نسي هذا دون تأحير هذا دون تأكل قنات طبعا بعد اعتكاف دنا طبعا كلا دنا إن كلا قدر كرتا تتابع وحكوا واجب يا مدة معينة كا بالشرط لا بمطلق الاعتكاف ولا بمطلق النذر كم واجب يا وإن لا شيءه مقابل صحيح وحولية ما هو هداد مدمع عينا بقات بردود أوتر إله بالبان اعتكافية أو أسبوع بان اعتكافية أو سند بان اعتكافية أو لباتن بريم اعتكافية وإن لحريري قياسا على مسألة الحليف مسألة الحليف وام هاي وشافعية أي مضب اسكوها فقصين أفرت مذهب اسكو راعين وحاد تري والله بان انهبل لها اللين لباتن مع الموت باتري بالبن لها اللين لببرو ذهب لها اللين ما يكون دارتي بارتها دارتي وحكيني سا لبضا بلود إنا إنو قطو لحن برو حريرة وإنا يحيد مكا لقوين كرت انت بلك آمستو أضو الله ببرو ديري هدنا بلك مدل لها هذا الشيء هدنا بلك لكما آمستي كرت دارت وحكيني سا من حلف أنه لا يكلم فلانا شهرا وجب تتابع الشهر بمجرد الحلف لماذا؟ لأن مقصود كهيب إلا قويو أو لغش جرودو هجران كوها لو بلودون رما نامي بشو رما هذا البلودو ما بدعين بها هجران طيب مسألة مركة حلفك وحكيني سأظن تتابع الشيئين وجوب تتابع كذلك اعتكافك والله مدو مربادات بالتري أما أدلباتن بريد تري أما أسبوع تري سي أوتوماتيكا حجرك واجب يا حجرنت هل قاسوا مقابل كفيرنا ولا صح أنه لو نذر قول كامركا حكى سورجنا وقول مخرجة ابن سريج با خرجه على
على مسألة الحلف، وأنا من أصحاب الوجوه، وبه قال الأئمة الثلاثة. ولا صح أصح وحوي أن سيد الروضة كيمت أنه لو نذر يوما ما بكون نذر إنه اعتكافه لم يجوز ما بنانه تفرق ساعات ساعات إنه قيبي وكلقات قاضي حاتري لله علي نذر أن أعتكف يوما، لله علي أن أعتكف يوما، هل ما إن اعتكاف يا إلهي وقاضي وبلن قاضي باتري شرط كاصدقش ساعديه سما كلقات قاضي كرتام سمايا صحيح أصحوا إن ذكر قادك أم إن ذكر قادك نوم حي إلي لأن اليوم عند العرب كما ذكره الخليل ابن أحمد الفريدي في العين اليوم عند العرب ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم هذا يكون أبو بسيط أصبح لما كلا قادك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويوم الله يطبعك الصعوي هبينك حكوس وقلي يا أما قرينه أما سياق كلام شرط بكوس وقلي مرك تفريق ساعات كما بنانو لان المفهوم من لفظ اليوم بسيطه لان اليوم ولفظ محدد بلغه وعرف شرع ونا مركز ومبني عليه اصطلاح خاص شرع ونا ملها في اليوم مر هذا عرف خاص ويومكم شرع ولهين وحن كحربان برنا عرف عربيت بلو عين اي في اللغه وغاها مقابلكم وحوليه هاي وان كلا قادي كرا ساعاتك طيب القاس أصح ولا مرايا والله صح أصح وحوي أنه أول وحون لقى الربا لبيه تمن ساعة لبيه تمن ساعة لبى ساعة من اعتكافها هي وأنسكس وضنا يسنا هضنا هضنا شن ساعة من اعتكافه تدوب ساعة وهي وأنسكس وضنا يسنا هضنا شن كلو شن ساعة كلام كله فينا هي مقوي لبيه تمن ساعة ما لمن اعتكاف مقابل كسيدا سوريه والله صح أنه لو عين هدو برب مدة مد بربي كأسبوع وكله أو تعرض أو بنبح للتتابع أسبوع حيلاتري لله علي إلى وحرب اللقائنا اعتكاف هالأسبوع حيلاتري ولو عين مدة معينة كأسبوع وتعرض أو بنبح للتتابع وفاتت أي كتقت مددي لازمه حكول لازم التتابع في القضاء لأن القاعدة عند الفقهاء بقاعدة إجماعية وقاعدة فقه إجماعية القضاء يحاكي الأداب الليلة هذا القضاء يحاكي الأداب قضوه فرع عن الأداء قضوه وحوش بها والله كان قال أما سانت وحو لي سانت أده لي هاي نبي قوات قرنس عليه الصلاة والسلام صلاة دور كان مركك دافين يوم الخندق ويوم الأحزاب وتكون ويا قال انت كبيا كينان دقال كي هل كي جهاتك وكم مشقولي ما احنا كر لو قادي واي قبلكم مركو دعاي او عشاء لا غاري او مغرب لا غاري او غالدي نوقدين او ان جان استر له لنا بخو سو بلاباي صلاه بساد اي كو هريسي بو ليمت عصر ظهر عصر مغرب عشاء اساس وسو دبدي هذا مركه ثلاثه جمعين انسان سيدو توكتا جمع التاخير ب 8 انسان محط 8 انسان جمع التاخير مكه 8 انسان هي كما كان جوغو ظهر لا سغا به ري ظهر كتكنيس هدان عصر هدو عشاء هي مغرب مغرب كتكنيس هدان عشاء تكنيس هدو التقديم يهينا عفوا وحرب جمع كاور جمع تقديم كما شيق جمع تاخير كي ظهر بان ديبو دغني عصر بان غيني حلي عصر بان تكنينا كي لا بلا ظهر بالا بلا هي عصر بالا لا بحيت عصر بالظهر وحو تكنيسا اي عصر كي صلاه سي كل هريون حكا سو بلابيسا ظهر كدمنا عصر باد قلنيسا وهادو سنتغينين وقت عصر ان صبحن ضايق الوقت او سنجرين ترتيب كاسا اصله اذن القضاء محل يلي قاعده يحاكي الاداء حاتري مده معينه اسبوع اما بل او حيدان الله وبلن كو قاد ان اعتكاف مددي باكو سورغلي ويدو مشغول كلي بد كلاد غشاي يا سفر يا هولا كوغو ييمد وفاتته المده اسبوع باكو دافي بشي باكو دافتي لازمه التتابع في القضاء اعتكاف بلا اما اسبوع وحيرات سو قضين لان القضاء يحاكي الاداء حديث كاسانا اصل او غرنيسان مسلده ما هو القضاء قضه وتقانوا محي وفعل المامور به بعد خروج وقته المقدر
القضاء وفعل مأمور به بعد خروجه المقدر له شرعا، والأداء عكسه. الأداء نوام محي وفعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا من نوام بعد خروج بكا قدري. فعل المأمور به شيء لا يسفر ولا لي ما دوي وقت اللي جانجوي شرع جانجوي أدخلت احتماد قضونا وقت أمرك بحكي دي بالله مانيس. وإن لم يتعرض صوبا بحن له أي للتتابع لم يلزمهم في القضاء، لأن القضاء يحاكي الأداء صدقاء. وعاتري لله علي إن اعتكافه بل إن اعتكافه تضوات باتري شرط التتابع ماذا شيء وعرب كذا ماذا قلوا فن حقنا ماذا نيسني إلا غلاف بعد النية ذكو تري ويكوسوا رجلوا ذي مدد أتشاكتين اعتكافته إن توقف ذي ساد مع ذي لقى مربه تتابع لقى مربه. وإن لم يتعرض صعوبا بحين له للتتابع لم يلزمكم واجبا في القضاء قضاء لم يلزمه تتابع في القضاء مكسوا قضيني لكن ومستحب ومستحب برضو مستحب يا يحوي لكن وجوب بالقها لكن وكوفي عن طاي عبادة إسرار رعضة كوفي عن لأنه ومبادرة كجرتا ودك دخير كله دك دقاء كجرة إن شاء الله يسوى نقص عمر إنما أمرك لقها لي ستة من شوال معين زمر وتتابعها أفضل وتتابعها أفضل إن لس الرعية فضل بضان فضل وحكيم رأي جميع الأدلة وحي فرتخير هي اللودة فاستبقوا وسارعوا المبادرة إلى إبراء الذمم ومستحب بإجماع الفقهاء إن أدودك تقديد ماذا ذو حصار رأينا تكبر يشوف سواء كسر على سبيل الوجوب أما كسر على سبيل الاستحباب وفي عنطهي. وإذا ذكرت تتابعه وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب. شيخ وإذا ذكر هذا الشيخ معتكفك التتابع أبو شيخ في ندره وإذا ذكرت تتابعه في ندره ندر كهذا ندري زي بتتابع بات شيكتي وشرط وحون الشرطي الخروج بحتام باشرد القبصتين لعارضنا دو حكوي ماده وحسود الريادو يمادنا بحكرته صح الشرط في الأظهر لأن اللزوم بحسب الالتزام هي القاعدة لأن اللزوم بحسب الالتزام وحكو قبانية هذا الشرط هذا إيه نذر كذا كو قبانية وواحد التزام تادو استارتيو وعادتي إلهي وحان يقول يا ذهي أترينا بالاعتكاف بالإنان اعتكاف بشاس وحرير ده ذكرت تتابع في ندري لكن وحات رياه بشا قده إذا هدو حنون يقوي ما ده أما وصفر إسوق له أما باهيه بلا أي ثماده وانبحا هيا شارة كاس إله وذكالينا بالبنك واعتكاف يحرير ده لكن هؤلاء مرمان هذا ثماده فرق بان الله الله سعاد وشرط الخروج من الاعتكاف لعارضه هول سود الرذي صح الشرط في الأظهر يضين قبسن قياسا على الحج قياسا على الحج شرط هو قلوان وكو أصحى هذوكتي هول شايدا وعاتل أضاءت الإله وان حجين ايا وان حدي لكن محلي ماشي أنكو حلوة ماشي أنك دقاق واي ماشي الله يقول شره أما عدو يقول استاغو أما حنون أن لق دقاتين واي بانكو حلوة بيا برطاسات كو قبرو عيسى هدي قادي هول أضوان حلوة بيس سيدنا علي وكي شرط كو صوحي دي حجك أي الإله يوحان صوحي دي حج وحن نبي محمد حدي بانكو لقب سنية شرط شرط واي قلان في الحج كذلك في الاعتكاف مركوان قلنا مدك لي تتابع محيوك قبطي نذرك محيوك قبطي شردي أنقلي نذرك أنا شردي تتابع أنا شيقي انت أبا هدي الله إسارة شردي قدنا هل يقبطوه إن الله بشرط اللي يقيه له ونذرك اللي يقبطوه تتابع الله إسارة كيانو أن قبطينا يعلي قيد هذا وعدنا در أذر والكاسو عسكرية طيب مقابل الأذر وظاهر حولي هو شرط منافي للمقصود الاعتكاف فيلغو
هذا مقابل هذا محوليه شرط أن آتي لعارض وحوضا مقصودك وحوضا وعيا شرط أن منافع للمقصود أن لا يعتبر سيد الزباء. طيب القاس الله مريا والزمان المصروف والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه. هذا أظهر دين كودسنا أولو يرى شرط قد وكوس عنيا. طيب شرط حلق وقت يكوب حي يتكوب بيرد رئيس شرط قادي دانا قبسك وحاط الإله وحان وحان كو اعتقاف يا بل بشاسو حريده لكن شيخ بلا دوحان انصده وانصبه قنية اعتقاف كين وإجرى ما كان بقشا صورة ميانا ونصر الله بنا الشيخ بلا قارس الجوغابة ما كان اسبوع اعتقاف في سوادات كحان انصده شرط قادي بلا قاري بس كان كل عضي قارس باتكتي وثون نغطي صدح المالموت بات قارس كم مغنيت صدح هذا المالموت مالا سوى قضين وصدني صدح بريبا لقار ربا واعتكافة مسيه لغومها يستهدى لقاها الله من أجمل قصد والزمان حلقي المصروف الله إليه هين. إلى العارض إلى العارض شرط كي القبصة الله إليه لا يجب مواجب تدارك إلا سوى قضيه لأن النذر في الحقيقة لما عداه معايا إلى شرط قادان اعتبارني نذر كوحوكو عيبا صدن كبري كلي وحي كدير لما هيستانو كما ترسنو حنكو ندريانو غورمان لو هيسن انه سو قضيه تدارك اي قضاء بالوجده ان عينها دو برده المده مدده بردبي او كهذا الشهر او يري هضات الاله بشن بشن رمضان بشن شوال بشن رجب اعتكافات او حري داتري لكن هدو دبك اي ما دو وان بحيا وانا سو نقنيه مركاسا لو هيسن سو قضيسو انت اي كون نقطه 30 دبري ايا بشكوى صدح هذه بريء كارد تقتين سوق ده القرآن ماي وإلا هدوسا برد من بشي أما مدة معينة أوسا شيئين فيجب التدارك أي القضاء وطاقة ده مدة أتكون بحسي زيارتي هي شرط هذه عارض كذا أتكون بحس وعاتل إله وحد يقول هذا هاي إن اعتكافه بالحريدة وعاتل تدوي بريء حريدة ما لديهن تدوي دم بريء بشن تن ما لديهن يا كاس واد لاقدي مركا يدا وا لا ربا وثوق بينيس ومركا ايان معدوده لا ربا مركا ربيش بيج محدده يهيدو من الهلال الى الهلال من الهلال الى بيش لا حي الى مركا عينته ومعينه وحبكم كردي كروح كما قوين كرتيد ومن رؤيته لا اله هلال وي لكن مركا قبصته مطلقه كدغتو اودن هذا دينو عيمن هي لو أتني سقال بري ترى لقربة عدد بيسب الدليس رؤية الهلال ما عدد بيسب الدلي وينقطع التتابع لما مثلا صوم مرة اعتقاف كل قلنا در لما مسألة كم إذا لشان مسألة كود مسألة كود ضحية هي مسألة التتابع مسألة لبعضنا مسألة الاستثناء هي الشرط وقينا قد مرة ينيو وإذا ذكرت التتابع وشرط الخروج لعارض انت اصلا بسوغ مساله صدحات بو غدبي قادع تتابع تتابع حقوق حرير انت حيركم حقوقها محاسه قويه وينقطع واقع التتابع اسراع حرير انت واقعيس اما اسراع سنت واقعيس اذا دبل انت موالاتك بالخروج من المسجد مسجدك لا قبحي كو غايسا بلا عذر اعتكافك اد كنا درت حريري اما ان اما اد كنا درنا السعودي حقوق عسي السبا إن هذا تكبح مساجدك بلا عذر هذا اعتكاف قوام اللوث في المسجد حق النظر بحين لا لما لابد منهم من حاجة الإنسان وهذا تكبح بلا عذر بطل التتابع هاي لمنافاتي وفلينافي المقصود ينافي حقيقة الاعتكاف خروج من المسجد لعد بلا عذر وفل كهر إيمانه يديدي وحي اعتكاف الأورنج ريبو ديدي مركز يو كل ما هي مكل مكران والنقائد لا تجتمع حقائق متنافيين تا مكل مكران وأنا مثل هذا المرة الله ولا يضر دب ما لها
إخراج بعض الأعضاء حبنه بركوض بنان كوسار تدب ملو دب مهاي مسيد كذا كتشرة يا ما ذا حلب بحضي لقب بنان كذي قطعي أذو نحتيفان ثلاث قال قطعي يا قار كذا بنان دم بنان كذا عي كام برون ويا اعتكافك ولا يضر دب مهاي اعتكافك أما تتابع مدي بهاي إخراج بعض الأعضاء حبناها بركوض الله بحي من المسجد اللي قبحي لحديث عائشة في الصحيحين معايا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتكاف سن أيو أنتم سادك كصوب بحي اللقونتا يعني ماذا حول رقل ترين وشن لين ترين وسريدين ترين النبي عليه الصلاة والسلام وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قرقنا مسو وقال ترين مكو اعتكاف أيو دن روح بن آدم وكم مارم وايم سيدا قضاء الحاجة وكلي ولا الخروج ولا يضر الخروج بحيتان اعتكاف كي تطابع مرد بهايو لقضاء الحاجة تدنقو دشا ضب حضي صحرية كانت تضب حضانا اعتكافك كمكة لقوية من ربا يوشا ايضا عدي قلاد وحاوي لأن المعلومة وكل مذكوري لأن المعروفة وكل مشروطي مركز اعتكافك قلي السبع أما النذر هرنا وضع ميوس النقونين إن حاجتنا الله بحي ومعلوم وحلس لوقي هوي والمعلوم كالمذكور في اللفظ والمعروف كالمذكور شرطا مركا تاسم أيضو وانس كي قد تقين حبابكم مسي جر اجمعنا وانا سوق وريها وشا أيضا حديثك عاشان أكفرا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان طيب ولا يجب مواجبه فعلها في غير داره ولا يجب مواجبه هدي اللي دنقدشو يقضاء الحاجة كادية سحرية هوريه اللمبيدة إيناد جناب قبيس كن أب حضوك كالي اعتكاف كتتابع سمبرنا يا أمام مكال القوين يلا يدي مقصة با مركان سودان القوين إنا نقوريك يغتاكو مسمي لك لان كسودان القوين كرا وحان كسو سحرون كرا أما كسو ويسيسان كرا أما كسو كادية كرا قورية كالي ولا يجب مواجبه فعلها فعل قضاء الحاج في غير داري وقرقي سمالان كاهين مواجبة يوي هاي لما شقة كجرت خرم المرأة انا كجرت محالك وضع محاك يعني وركا ماشين لك محالك يعني قرقي ذو وفقان كرابة نين صاحبك بات درس لا مساتك هو يدا بات درس لا آبها بات درس لا ولالك بات قرقي سالك كي يالا قرقي دونا سكشن تريوي لابدو قريه كلنا صدح يقول الشريك قده هذوي قضاء الحاجة وضب حكرتها بالقول هل كنت تكح وارئيسه مو كذي تجي كرتا مو كر تجي كرتا شخص دير قريه هذا كويان يعني. وهو بنانته وهو بنانته ما تنيق كويسة إن قريه يكسو عقدين قدان قتنا واجب ما قريه كلون قريه هنا إيده وإن قدان قتنا واجب ما أنت هو بنانته ولا يجب فعلها أي قضاء الحاجة في غير الداري ولا يضر لي ما هيو بعدها بعد داري عن المسجد دارت سنة المسجد كفك تاني لي ما لها والقاعدة هناك ما يثبت تبعا ولا يثبت استغلالا يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستغلال طيب أما يثبت تبعا ما لا يثبت ابتداء حقي ابتداء معي ما لا يفصحي إن أوب حكرو إن أوب حكر قضاء الحاجة ها اعتكافه يكون بروي يكون بروي حرير كي موالات كنا كم كلا قايس وكم كلا قاي طيب إذا هوش الدار تفقاشي هذي دواشي هذو وما يثبت طبعا ما لا يثبت ابتداء أو استغلالا إلا أن يفحش بعده إنه فلح ما ذم ويه فيضر وعذب يا فلا صحي قل هذا حكوية لك جابي حتى رسلينا وقع اعتكاف هاي ورك جابي قارب استعرضت حقا سعرته وحقا سعرته قدنا هيا هذا هو شخص تاس عرفي كبحسن تايوي هو شخص هذا إلا أن يفحش إنه فلح ما ذم ويه بعد الدار وفيضر مركا وعذب يا تطابع بك لقوين يا فلا صحي إنه قبسنه أو إلا لحاجة الإنسان لفظي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لقسوا قرام فلكي سلقع بري يحمل على المعتاد والعادة نادر لقوح أنباره
وحادن زادي دون دغوري زها اهاد 10 كيلومتر 5 كيلومتر واد اي لا يراد وا وا شيء كبحسن عرفي عادته غريان دوو اد وحمرو كو تبيسن ما جيري ايرن تاسكا غوغت غريان كو دوويا دوو اد ولو عادها دو بوقدو مريض قف حنوسن بو بوقدي في طريقي لقضاء الحاج مركز في سعودتي إذا كانت أسعدت أما الصحراء أسعدت أما سوق قبيسك أسعدت أما ويسد أسعدت أي روح نوصا وضعت قصين مرتي ولو عادها ضوء بوضا مريضا قف جرا في طريق أي وددي سي سعد كيسي لغضاء الحاجة لم يضر دم مالها بوق شداسي ما لم يطلها دوسا ديران ما لم يطلها دوسا ديرين وقوف دل جوكس دل تاغين يوقف كحنوس أو ما سيعدل أو سنكل حن أو يعدل أو سنكل حن عن طريق ودريس الله أبحي ها إن أتصدنا جودته أما أتوي سيسته يا لغوش يا جنين هبل أنا حنوسي وأنا جيت كذي مرن كذي وي ودول استاجي وأبريدين هرب السعونيس لكن بشرط أنها وجود ضاهن ها وضدنا هكل حن وهوشان محيوك لقول الله تتابع يثبت طبعا ما لا يثبت ابتداء مربها الضيئة أن تنطن أبحي هوشنا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بوي. حج مع الحاجة مركوا قضاء الحاجة مع زيارة مع زيارة قاعدة سيوستقع يعني يثبت ضمنا ما لا يثبت استقلالا تيوي حيثك عايشان أولو الدري شدايو أيضا وحريجت إن كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة دانتا مكانو يمادو قفك حانوسين يقولوا رحيا الله أنا السعودان أون لي حنين بان بريدين شري كدبنا وانك سعون شري شدا سمركة والا وحكبدا لما أقلانا يوي ولا ينقطع مقو التتابع تتابع قوي ما يحيليك موالاتك اعتكافك بالخروج بحيث لو بحي بمرض حنون درتي بالخروج بمرض لمرض حنون درتي بضو بحضي وحنون ستة أضوب معتكفة يا حنون كقيمة حنون قاسي وحاشر دا إنه يا حنون كاللوب بحكار عادة اللوب ماذا حنون يرئيو دور يرو كقبطيو ما يرو عن عنتيو مرغ يرو كاتاو وتكتب عسان كرتيا ولا الله بحمايو مرض الضغطي عافية بضو بحطة لقاها الله يا ينا الضغطر على طول حبان كبودي مرض كمان مرينها مثل الأفراد من مرين مرض كمان مرينها لبون باين أود من المركز الخروج للمرض من هذا المرين ولا ينقطع تتابع بالخروج بمرض بسبب مرض مرض كاسو يوحي جكوبا هنا إلى الخروج بحيتان قيد ويهد مرض وحاجر أن كوبا هنا إن أضبحضه ومرض كخفيف كه ككود يبقى تجينا بحيتان ومتك علوس يا دختنا ضارك تدا وسوقات حنوم بابيض بعض متك أسرقك مجو أيوم حي لي قياسا على الخروج لقضاء الحاجة تبان لنا إن كادي لوبه أما صحراء لوبه أما ويسال لوبه أما اغتسال لوبه ما جونش تتابع مرضكم من باب الأولى لبضوا بحانو أن كان ما هو وح من الله كيمان يا ولا بحيد ولا ينقطع التتابع حيلك كوكي مايو الخروج بحيد حيدرت اللوبح ان طالت مده الاعتكافها هذه مده الاعتكاف دير تاي مده دير بالاعتكاف بالبؤها شن يتبن بريبوها مثلا اما دور يلا باتن بؤها قبل حيد باكو يمد تدبدا بري حيد تاي أما لحظة أبري أما شن تأبري كل بنت دونها هاي كالقوي ما يتطابعي منذور كأسيد بوجرياوي صدرت هواين ويدو هذا يكون در تشارين متطابعين أما كفارة ظهار أو أي عفوا كفارة الجماع أو شارين متطابعين لا إيمان يسو أما كفارة القتل أو شارين متطابعين لا إيمان يسو حيلكم ما كالقوي يتطابع أبوابتا كذلك هنا ولا بحيد حيدكم كلا قاهي إن طالها طيدرتاي مدة الاعتكاف
حيث تطابع مكة لقوني يحرير كهدي مدد اعتكاف كدير طيبة لقويري محالو يري لأن المعتادة كالمذكور لأن المعلومة كالمشروط والمعروف عرفا كالمشروط شرطا قوارد مركي بالقب سنة يسيبا أذوق إيا أنوق بيا أيضب ويقايين إنو حيد إيمان أيوه في الشهر وحل عقاء الله صور ريبي بكدقية شرطي لغو صور ريبي استنو كدقية ساس هو يمركي متو ديرات بغير اختيار كنو كي مادا فإن كانت مددها ضيطة بحيث تخلو عنه عين الحيض انقطعت تطابع في الأظهر لكن مددي أي كنا درتني اعتكاف مدة حيث كم مرة أنكر ضيا هاي كديمنا حيث وسود الري وسود قد قاصوه واسكي ما داي وكلقوا يحررك حيث ري تمن برينا الاعتكاف تدوب برينا الاعتكاف شن يتوب برينا الاعتكاف غالبا أنها شن يتوب بريو حكير هي حيد واكم قبر واكم مقنا هذا ظاهر بينك النقطة غالبا ضمر كبش هالمر بيديك هلان غالبا واسدة فإن كانت هضيته مددي فإن كانت مدة الاعتكاف بحيث تخلو عنه عن الحيض قدر يمقدار حيد كم مرة أنكرت أمايك وكم مرة أنكر يندرت مدد حيد إن قطعت طابع في الأذين قبس النوم حي لي و نادر أن حكم لهين وي نادر أن حكم لهين ويو وحالين تطابع ولا قاربا وحدكوها قاعد جنكرتا هي وحدكوها قاعد جنكرتا مدوسا كلو جوينين للرهات سو شيء معتاد ما شيء المعتاد هو كالمذكور المعروف وكالمشبد يكرا كان محيلي ولا قاربا ومدة تطابع وكلو جاي وحدور دار النمليد والله يمنيس أدركوا سيدا سوليه لإمكان الموالاة موالاة كبا سورق لي موالاة كبا سورق لي من غير حيض أو مركز صائق ورو ظاهر نقط وبيب الله بكرتا اعتكافك بعد الطهر بيب الله بكرتا مدود وايرتاي لكن مدود هذا يدير هذا بيرو كلا هيد حيضان ما بنقون كرتوا حيضان ما بنقون كرت غالبا قبر هذا حيضة تلاقيها الله يه عيسى لقمه الله يه أما وحي غالبا وهي غالبا قبل أي كم وكم مغنان شري هدوي ما دو والاعتبارنا يا هو أمر كي مدود يرتاح وهي قبل غالبا أن كم مغنان واللوج عدود داري وهي أن كم مغنان شرينا اللوج عدود داري ما هي معنوه سيدا سوي يا هذا رجع أحمد كنين أي قاضي طيب ومعتكفة أصوصا دي جوجو إمانه وكفه قاعد أور في عنوي هذا وزو حكي مصميزان قبل المسلمين هذا مركو صونك بالله وضر لقد كنين كاسو متجر سلف قال له ويدي وحيد هذين تابعين يا صحابي يا أتباع التابعين وكذلك أحمد والنص له ويدي هدان واحد ليبا وحق هذا خطر يا عامد كيما ينوى بنايا لكن خاطرته وحي شيء يعني انت بدنا انو عاف ما دركينو خلق الحاجة ديجا هرمون كويس دوم مرة عاف ما ضر حاونا بكرنا شه وحول بسود ربي وطلع كسر على فراك قاضي كقول لك هديت حالة استثنائية ورع عاف ما ضبطن وإنها التاجي سو يضح بالنقانين أو فصحين ولا بالخروج ناسيا على المذهب هذا أنا مسألة دي شناط بالله بالشيخ وها الخروج ناسيا ولا ينقطع التطابع بمرض ولا ينقطع التطابع بحيض ولا ينقطع التطابع بخروج تاسيس قوعد في هذا ولا بالخروج بحيتان وكبح من المسجد ناسيا نسقو اسئل وسنو اسئل مانسان على المذهب اضين قبص نسيد اللي قلت تقي لابا اشكال باكجرو اشكال وقاعدة دي اهيت النسيان لا يؤثر في ترك المامورات به نسيانكو هلمانكو يسهو وحوا كما قادي كرو تجد لقتك شيء لقو أمره واجبه واللبث في المسجدنا ومأمور به لا منهي عنه خروجكم مركه محبري حقيقة اللبث والمكث والاعتكاف بابية والنسيان لا يؤثر في ترك المأمورات إنما يؤثر في ترك
المنهيات في ارتكاب المنهيات عفوا في ارتكاب المنهيات هل كاسو كإيمانية وحكرو كإيمانية لا فرق بين الناس بين الناس والذاكر والعامد والساهي في خطاب الوضع اللبث نمحوها شرط أو ركن حقيقة هذه ما واحد وعي خطاب الوضع بجلسة ركن شروط ومن خطاب الوضع لبث واللوايي مكث واللوايي اعتكاف واللوايي خروج بايمت مرحدي حقيقة اللوايو حقيقة أما كنت تكسي أو كبابي نسيانا أما كبابي عمدا اسكم مدوي وماشي عسكدين مالكية حنفية مركا يدهين من أكل ناسيا أو شرب ناسيا بطل صومه لأن حقيقة صومه الإمساك عن المفطرات أو المفطرات ننكنا لم يمسك وإنما أكل وشرب انتفاء الحقائق لا يؤثر فيها بكير ماشي إيا اللي بعدون داقين كتشوك ستبش كسنا ودوشي بيس كمان ودوشي بيس لابا قورو بكير سوما تشبي أنا هلمان كاذي إلو شاه هذي حسوس لازم حي أنفع ذي شك بكير لابا قورو واتشبين ياهي دنكم بانكار ربانو إن دولا أنها أضي كوتا الله هبين مكتب وأنها مكسنة أضي كوتا الله حولها سوس عمبان كله خطاب الوضع يسوب باب كساس وكلوه مسألة يفهم وين يقول لها كوها يحبها لعذر داري ما كلا مرة هيو انتفاء الحقائق حقيقة الإسلام المنافية لحقيقة الشرك وماشي حطرين إيس مركز يكون في ذلور داري يعني إسلام ما يكون وعا منها يا إيقام صح يسي لبدا إشكال با كجرا ودن بلا ماذا كسيداس وي خلاف بدنا واجرا أنه وحالينا هاي أصلوام هاي النسيان هو مرفوع عن العباد تفضلا وإحسانا من الله إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولا ينقطع حكم هاي اعتطابع بخروج المؤذن مؤذن كوبحة الراتب رجلها هاي تشكتدها المسيادك إلى منارة إلى مئذنة أبحة منارة وماشا لقاء هذا ما دير كور لوردسو منارة ليلة هذا منائر يا مناورنا والغو جمعية مئذننا والمآذننا والغو جمعية ويقول روح جير جيرت منارة مسايد كان كل جني وبنان كاسو كل قطال الباب كل قطال برطة وضضة هداية كل قطال ومقال اللورد هو إلا مقرفون أي واحد مجرين مسايد كان من ذلك يربح سن منارة على سوير درشين من اللحظة اللي قد تاقي وفولي ما أدنكم في تضا كوركو يستمقاس وآدامي حد كاسو حرينو قارو إلا سكشن تيري وقرعو هذا يقول هل كان فردية يا تون كيلومتر آذان كنو قاري أحبالان بها رب السخيري وانا مشروع ومقصود آذان نمان كآذان ديري يا هاي إن لدورته نبا كويري آذان كعبد الله بن زيد وكالي أميري بلال فإنه أنت منك صوت رساك عود ملن ساقات باشا دانا مني ريسو عندو بحيد لأن هل كان لقود ويتدك تشوغل مرد يكرو والعمل بخلاف مقصود الشارع نقلا ومعنى صلاة الله السنة ذاتك تاجته كلا تشيفة لا يرحق دورها حقوة عدك لا يرقى ونقول لكن آذانك إيو شعائر تعانك صلاة الله شد إيو لغا معك بحكرو مكرفونك وقول ليرا كل عاية مينكي بانكو حرين نمزاتك نيكي غوري ها غورو نيكي جوغ ها جوغ قوليه يورب كسو غوري يا مريكانكا او ميلها مساد درس لا حتى دبن و هيتان سومالينا اسكبا دا غالد انتان لا غارين دور دعوه اني ايتيمد انا ودا سوي لاغو قبطو نيمان يورب غلبت كان يمد ليان واخولها الشيخ ير غابي لا هادل قيان بلا لا هادل وا كنت غني رمضان سدو كلي هاد ميلان كاك دو وي سدو كلي سوماليدو دبي كانتي كاتيمد مساجدي اشونكو اذان كايت لأن المساجد دولة حاجة يورو بقل مكان تكتو الباب كان هذا بلال كان كاهي ودو فرديان برنان كيس أدو تاغن أو ماشا تاغن ما مغلي سدين لأذاب هدو الباب كعشين ياهي هل كان أتخصونا يسايس من مغلي سيد
سنة ظهران أو تكينية مسايد أن كندا أن كنت كذي ومسايد وين الصومال ولا أحد مقع الشيء ما يحاس الشيء تبى ليه تيجي أيان اسكور دنا يا أنا مو هي وذات أشا كيرة يا سؤالي ويدير يا أنا مو ذا ولد ظهران لجلين رقعد دمبان كوجاري والله أقيمي والله عذابي مر والله عذابي ما مقليس ما كرمه ما الواقع ما لقول عذاب هي قلب وحمزات وكحر أيان نب كدي هي أشونك عذاب ماشي اسكت موجودة هل كان هذا مقني ماشي هذا الباب كان وين بهذا بنان كيس ذاك بس وين تيغ تيغ وايز حرام حمد مغليس محاضرة بيها كسعت وذات إنها تكتاب وفرون بضاك ما يحمد مغليس مرايدة تكفير واحد مغلي مجرى حسابي بيسوم من جوريان وحي كانين أفريكا عذر ماشي سكو عليا وما ديان لافين هذو مساعد إن ديب هايان آذان كي يقرأك سنة ديبايو قرينا وحد كحراتان مرايضها دفاع عطكا قشادة قري ما قدسان إيزان الدنيا اللي الدنيا دي باب بيسي هديب الدين كي ديبايو آذان كي ديبايو وقرآن كي ديبايو وطوشي حمل الله ديهين هذا حكم كي نوبة قلي مين لكن ما قدسان إيزان إيزان هقاجستو مرايضها محال ليج مقع معالي هذا هيا جعل يا ذا كبعنا أفكا قلاد سام بروف ميوها سام بروف الوحرة سام بروف الوحرة وهو عدل فيه ومرايضة عد قدل فيه روى قدل فيه ودوين كو وحرية قريها هاي وي وكويا لا دربية قصوك يا وحال وحرة كاس درب الوحرة وحال مقل ميشت ترين حضوم راحتا وتقصي عادي روى غيشار مقل ميشت قالوا الدنيا وكفي عين الدنيا دا قصو قاطو وكحر مساجدنا فرحة كقاضة ولا بخروج المؤذن مؤذنك او بحينا كتب ما تتابعي سكوكي ما الراتب رجلي ايه لو طلق انه مساد كو ادم مؤذن برن كفيل اسكو سو اردي اعتقابك سو برايا تتابعي سو برايا وينو راتب ياي انه كا مساد كو ادم لو طلق لي لو راتبي لو اوغياي لو هلي الى مناره منار ابحو منفصلة كجوان عن المسجد المسجد ك للأذان أباحي دنك لا أباحي في الأسعدين وقبسون هاي لي لأنها من منارده مسجد ك Lord say ومعدودة منه أصي حساب سنتا يثبت طبعا ما لا يثبت ابتداء وهي التابع وتابع وهو الجيبة أم حل التابع لا يفرض بحكم قاعدة وصومرتين التابع لا يفرض بحكم تابع حكم قناع الله مسيح وحور الله إرحاقية كتاب الزكاة من قاعدة وصومرتين بملا شوق ساسك يريم حايا إلي وحاشر دأكلية من أرد مسجد كاسي وكأذامي إمام كرات مادن كراتك وين يقول لسنته الله وطلق لي هذا يدن دابا فقاتي انت وحكودة من مسائل كده وقابة كودة مني وحب حيال الفرع وكلية ويجب وحواجبية قضاء أوقات الخروج بالأعذار حواجبية فرع مضح برنامج ويه قضاء أوقات الخروج بحتانك حليدي سحليد الله بحي بالأعذار بسعر الله بحي إن لقضية واجبية أعذار توي وأعذارتي أن قويني نبو أجد تطابعة كالحيض والجنابة أعذارتي أنت تابع كوجو أينين؟ إذ حق النبى حضي إذ بنان كتقوات وقضي نيسا ويجب قضاء أوقات الخروج بحيتان كوقت يديسي إن توقع نيسا واجب نيسا بالعذاب بسبب العذاب أتقب حذاء التي لا ينقطع بها تطابق الحيض والجناب إلا أوقات قضاء الحاجة مويل وقت يدي قضاء الحاجة سوى لما سوى قضيه أو يدوى ضروري مدى أيضاه كاذب أضب حضي سحر أضب حضي ويس أضب حضي لما سوى قضيين أيوه لكن عذر دارك كالي انت تابع قوينين حقا نعم ضروري قاهين واتصوى قضيين كالخروج للحيض وكالخروج للمرض وكالخروج للجنابة والله سبحانه وتعالى عليه